صبا الحسيني. ايه مشتاق لك يا نور عيوني. شفتوا كيف الفرق بين لو المطال طال وطول؟ مشتاق لك يا نور عيوني، النغمة اختلفت من العجم للصبا الحسيني. مشتاق لك يا نور عيوني حتى نعيد زمن الأول. يا الله تعالى. مرحبا، رح أشرح غنية يا مال الشام. يا مال الشام من مقام رصد الكردان، فيها مقطع صغير عجم وفيها مقطع صغير صبا الحسيني، ومن ثم نعود إلى رصد الكردان المقام الأساسي لها. يا مال الشام الله يرحمه أبو خليل أباني. أبو خليل أباني تولد 1833، توفى 1930. هاي من كلماته ومن ألحانه. عمر الغنية أقل شيء 160 سنة، أقل شيء 160 سنة. فبيجي الأخ سهيل عرفي وبيقول والله هي من ألحاني. وبيجوا الرحابنة كمان عند السيدة فيروز بيغنوها، يقولوا كمان من كلمات وألحان الأخوي الرحباني يا مال الشام. السيدة فيروز غنت أغلب الموشحات الأندلسية الحلبية والقولون الحلبية، وغنت أغلب أغاني السيد درويش، وغنت أغلب أغاني أبو خليل أباني. أبو خليل أباني أبو المسرح العربي، أول من أسس المسرح العربي بالوطن العربي. هو كان ممثل، هو كان ملحن، الشاعر، المخرج، المؤلف، هو كل بالكل أبو خليل أباني. هلا هاي الأغنية رح غنيها فيها مقام رصد الكردان وفيها العجم وفيها الصبا الحسيني، رح غني لكم اياها. اقول لكم وين العجم، وين الصبا الحسيني، وين رصد الكردان. يا مالي الشام يا الله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، عادتيني وحلفتيلي ما بتنسيني ولا بنساكي مهما تغيبي سنين وليالي. هلا هذا رصد الكردان. هلا رح اقول العجم. لو المطال طال وطول ما منيتغير ولا منيتحول. هذا عجم. لو المطال طال وطول ما منيتغير ولا منيتحول. هلا رح نشوفوا كيف بنرجع لصبا الحسيني. ايه مشتاق لك يا نور عيوني. شفتوا كيف الفرق بين لو المطال طال وطول؟ مشتاق لك يا نور عيوني، النغمه اختلفت من العجم للصبا الحسيني. مشتاق لك يا نور حتى نعيد زمن الأول. يا الله تعالي وكفاك تعالي، يا الله تعالي وكفاك تعالي، يعني كفاك تتعالي علينا وتشوفي حالك علينا. يا الله تعالي وكفاك تعالي، يعني كفاك شوفي حالك. يا الله تعالي وكفاك دلالي، يا الله تعالي وكفاك دلالي، عادتيني وحلفتيلي، عادتيني وحلفتيلي ما بتنسيني ولا بنساكي مهما تغيبي سنين وليالي.
رجع لرصد الكردون. يا مالي الشام يلا يا مالي بالليل ما بنام يا حلوة تعالي. هاي من رصد الكردان لأن العجم دول ما طال طال وطول هذا مقام العجم. بعدين مشتقلك يا نور عيوني هي مقام الصبا. هون شوفوا المطرب الكبير صباح فخري. مشتقلك يا نور عيوني مشتقلك هي باللهجة الحلبية. شوفوا اللام كيف بيلفظها. هي مقام الصبا. شوفوا كيف مشتقلك يا نور عيوني هي صبا الحسين. حتى نعيد زمن الأول حتى نعيد الزمن الأول مقام بيرجع للرصد. حتى نعيد زمن الأول يا الله تعالي وكفاك تعالي. تعالي وكفاكي دلالي. يلا تعالي وكفاكي تعالي. لا تشوفي حالك علينا يعني تعالي خلصينا بقى. المهم فهي الغنية لأبو خليل الأباني. ومن المعيب والعيب أنه يجي ملحن ويقول هي من ألحان يمكن شوية العرفة أو الرحابن يضموها لمسروقاتهم يقولوا أنه والله هي من ألحان الأخوي الرحباني. فيروز ما حقلكوا غير 80% هو لا على فكرة فيروز ما في أجمل يعني أجمل وأحلى منها. بس أنا عبك على الرحابني. فيروز غنت القدود الحلبية وغنت المشاحات الأندلسية وغنت أغاني الشامية القديمة وغنت لسيد درويش وهذا كله مو من ألحان الرحابني. وغنت يعني كتير أغاني كلها سرقات. أغلب أغاني فيروز الرائعة واللي بتطير عالي هو إلى المرحوم فلمون وهبي الموسيقار فلمون وهبي. رحبنا ما لحن ولا غنية. الآن هم بألمانيا في غنية حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء. أنا عطول عندي هون حاطط فيروز وصوح وبيجوا الألمان بيشرب. أما طلعت حبيتك بالصيف حبيتك بالشتاء طالع عقلهم فيها قال الغنية هاي لحن ألماني يعني موسيقى ألمانية. سلام عليكم.